الدواء هو الغذاء والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء بس بادر بالعلاج يوم هتلقى الصحة تاج، والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء، الغذاء أصل الدواء، والدواء هو الغذاء، والوقاية في العناية، والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء. درسنا اليوم عن الكرم، والكرم عكس البخل، وفي رواية الكرم هو العطاء دون مقابل. وقبل الانغماس في الشرح أريد أن أسألك سؤالا ليطمئن قلبي، هل ستكونين كريمة معي يا زينب؟ وماذا تريد يا أستاذ رفيق؟ أنا لا أريد شيئا، ولكن بطني هي التي تريد. وماذا تريد بطنك يا أستاذ؟ تريد المحمرة والمشمرة وكل ما لذ وطاب ويسكن الثلاجة. سأقوم الأحضر لك كل ما تريد. ولكن لي طلب عندك أيتها التلميذة المجتهدة. تفضل يا أستاذ. لا أريد أن يشعر بك أحد بالمنزل. اطمئن يا أستاذ رفيع، فلا يوجد أحد بالمنزل غيري أنا والخادم. عال عال عال. إذن فلأذهب أنا إلى الثلاجة حتى لا أزعجها بالقفل والفتح. ذكري ذكري. من هنا. الموضوع ده هو موضوع السمنة. يعني إيه سمنة؟ وإزاي أحكم على الشخص ده إنه سمين؟ السمنة الحقيقة لو جينا نعرفها التعريف الطبي إن هي عبارة عن زيادة وزن الإنسان بنسبة تبدأ من 15% فأكثر بالنسبة لوزنه المقابل المعادل لطوله والمعادل لسنه والمعادل لجنسه، هل هو ذكر أو أنثى. والحقيقة إذا زادت النسبة عن 15% هبتدي أدخل في موضوع أصعب وهو البدانة المفرطة. يعني إيه سمنة؟ هل السمنة دي وراثية؟ الحقيقة معظم الأطباء بيقولوا ان السمنة مش وراثية، لكن الاستعداد للسمنة وراثي، بمعنى ان انا ابص الاقي عائلات كلها سمينة. الحقيقة السمنة هنا مش تتعلق بجينات تنتقل من جنس الى جنس ابدا، ولكنها السمنة هنا تتوقف على طبيعة الاكل والتغذية والتغيرات الهرمونية اللي بتجري في هذه العائلة. فالسمنة ليست وراثية، ولكن الاستعداد للسمنة هو الوراثي. ده مش كده وبس، ده احنا ممكن نبص نلاقي عائلات تتميز بسمنة وتضخم في اماكن دون غيرها. يعني بعض العائلات نلاقي فيه تضخم معين واضح في الثديين مثلا، او تضخم مثلا في اماكن اخرى من الجسم تختلف عن عائلات اخرى. ففي البداية السمنة ليست وراثية، ولكن الاستعداد للسمنة وراثي. طب ايه تاني؟ في العصر اللي احنا فيه العوامل النفسية. يعني ايه العوامل النفسية؟ واحد يقول لك انا متغاظ ومتضايق قاعد تاكل فشيت غلبي في الاكل. فعلا واضح تماما وعلى مستوى كل الدنيا ان السمنة والتغذية والاكل بيرتبط ارتباط وثيق بالحالة النفسية للشخص. صحيح انه ممكن يكون متضايق جدا وياكل، لكن في نفس الوقت في بعض الناس مثلا بتاخد بعض الاغذية او بعض المواد اللي بتفتح شهيتها الاكل اللي بتساعد على انها تبقى سمينة برضه. فهنا في علاقة وثيقة بين الناحية النفسية وبين السمنة. الحاجة اللي بعد كده هو اضطراب الغدد الصماء.
ويمكن لما اتكلم عن اضطراب الغدد الصمام والتغيرات اللي بتحصل في الهرمونات بلاحظها بوضوح تام في الاطفال، في اطفالنا. في ثلاث غدد رئيسيه مسؤوله ومسؤوليه مباشره عن السمنه. الغده النخاميه اللي موجوده في قاع الجمجمه، في قاع الراس، والغده الدرقيه اللي موجوده في رقبتك من قدام، والغده الجنسيه او الفوق كلويه اللي موجوده فوق الكليتين. اذا قلنا على سبيل المثال الغدة النخامية، إذا حصل زيادة إفراز في هذه الغدة بيبتدي يحصل تراكم للدهون بطريقة غريبة في الجسم. أبص ألاقي الرهوم تتراكم مثلا في الرقبة من الخلف، ألاقي منطقة البطن والصدر متضخمة جدا بينما الأطراف كلها رفيعة. ده مش كده وبس، إذا كان الشخص ده ذكر أبص ألاقي صوته يتغير ويبتدي علامات أنثوية تحدث ويبتدي منظره يتغير، لدرجة إن الشكل هنا بيشبه كثير جدا منظر بعض صندام الجمل او صنام الجمل او صنم الجمل. فهنا برضو اذا اتكلمنا ده مجموعة تانية من بعض العوامل المؤثرة والمسببة لحدوث السمنة. الحاجة الاساسية اللي احنا اساسا بنهدف ليها ان احنا نوصلها لكم ان السمنة بتيجي اساسا من سوء نوعية وكمية الغذاء. اقرأي الدرس جيدا يا زينب. لا تشغلي فكرك بالأمور التافهة. أنت تلميذة مجتهدة مطيعة، اعملي الواجب يا زينب. اعملي الواجب ولا تشغلي بالك بأمور التافهة. لكل مجتهد نصيب، تذكري ذلك جيدا يا زينب، وإن شاء الله ستنجحين يا ابنتي بتفوق. يا زينب لكل مجتهد نصيب، والدك رجل عظيم. انها لذيذة وجميلة. يا زينب ماذا تفعلين يا بنيتي؟ ها؟ دكتور منير، انا زينب. اغثني يا دكتور. استاذ رفيع اكل حتى حدثت له تخمه لا يستطيع التنفس، ماذا افعل دلوقتي؟ نتيجه للتقدم ده هو ابتدوا يفكروا في السمنه وكيف تعالج. طبعا السمنه المرضيه زي ما قلنا ان احنا بنعالجها وبنديها بندي الجسم النقص في الهرمونات اللي عنده او زياده في حاجات معينه بنقللها وبيخفوا بالعلاج. السمنة المركزة في أماكن معينة ومدية الشكل الغير سوي للجسم دي طبعا لها حاجات كتيرة أو بتتعالج لها، يا إما بتتشال جراحيا يا إما بتتشال بأجهزة الشفط بأنواعها. هيقول لي أجهزة الشفط دي علاج ولا جراحة؟ دايما بيسألوا السؤال ده، هو السؤال الدارج ده. اللي انا عايز اقوله ان اجهزة الشفط دي هي بكل ما تحمل من المعاني هي اجهزة جراحية، يعني شفط الدهون علاج جراحي وليس علاج دوائي.
ليه؟ لان احنا صحيح بنفتح فتحه صغيره، بنستعمل اجهزه دقيقه جدا ورقيقه بتساعد على شفط الدهون المركزه في مكان ما، انما بنشيل مساحه. المساحه دي هي طبعا تبقى جراح، بما اننا بنشيل من مكان ومكان كبير، يعني مثلا زي البطن، زي الارداف، زي الظهر، اعلى الظهر، اسفل الرقبه، الحاجات دي كلها طبعا بيبقى المساحه اللي احنا بنشيلها مساحه كبيره، ولو ان الفتحه صغيره يبقى ده معناه جراحه. لازم نعمل حسابنا ونرتب الانسان اللي داخل يعمل عمليه عندنا ترتيب جيد، بحيث ان هو يبقى عارف كويس قوي انه داخل يعمل عمليه جراحيه، بياخد بنج سواء كان بنج عمومي او بنج موضعي، وبيحصل عمليه الشفط او اذابه هذه الدهون اللي هي تساوي عمليه جراحيه. الشيء الثاني بقى اللي هو السمنه اللي في الجسم كله، الترهل اللي موجود في الجسم كله. علشان نبتدي العلاج في الحاجات اللي زي دي، هي لابد ان الانسان يعني نقرب منه نفسيا، نعرف بالظبط ليه هو بياكل الاكل ده كله. لان مره المرات انا كان عندي حاله غريبه جدا جات لي العياده، واحده ست سمينه جدا، وعشان تجي لي بيسندوها اتنين ودخلوها، قعدت قفلنا الباب وقعدنا ندردش ونتكلم. قالت لي انا من يوم ما وعيت في الدنيا وانا على الرجيم، وبعمل دايت وبعمل رجيم، واطلع من الرجيم اخش في الدايت، ويلعبوني رياضه لدرجه ان انا دلوقتي لا انا عايز العب رياضه ولا عايز اعمل رجيم ولا عايز اعمل حاجه. بقيت دلوقتي جايبه ثلاجه في الاوضه بتاعتي واقفل الباب واخش على الثلاجه اكل اكلي فيها كله. الحته دي عرفت كويس قوي انها اتربت على انها تاكل، وتاكل الاكل اللي هي عايزاه في اي وقت بالنهار او بالليل. يبقى العلاج يبتدي من هنا. تفهمها كويس قوي ان الانسان مننا لازم يفتح بقه للاكل مرتين او ثلاثه بالكتير او في اليوم، وياكل الاكل المعقول. مفيش حرمان، لان الحرمان بيولد بعد كده لما احرم انسان وينزل 40 50 كيلو مثلا في شهر او اتنين او تلاتة، بيرجعهم تاني 60 كيلو في شهر او اتنين او تلاتة بعدها. يبقى احسن لي ان انا ابتدي هادي، رجيم معقول، طريقة الاكل يدرب عليها، ياكل اكل معين مفيد للجسم وفي نفس الوقت ما يسيبش اثار او كالوريز او دهنيات في الجسم. ولما ينزل الانسان كل شهر كيلو او اتنين، في السنة هيبقوا 12 او 24 كيلو، في السنتين هيبقوا 48 كيلو، انا مش عايز اكتر من كده، او لو عزت اكتر من كده يبقى على مدى 3 4 سنين ما يزعلش. وفي نفس الوقت الانسان اللي جه يخس ده هو بيخس معقول بدون ما يتعذب وبدون حرمان، ويقدر يديني مسافة اطول واطول، بحيث ان هو يستمر طول عمره بعد كده سعيد بروحه، فرحان بانه ابتدى ينزل في الوزن، وفي نفس الوقت ما يزيدش تاني بعد كده في الوزن. عايز اقول لك انك تغير مواعيد الغذاء الاساسيه، بدل ما بتاكل وجبتك الاساسيه كل يوم الساعه 2، خليها المره دي قبلها بساعه، خليها الساعه 1، والمره الجايه خليها الساعه 3. ايضا عايز اقول لك ما تاكلش وانت بتتكلم في التليفون او بتشوف التلفزيون او بتقرا الجورنال، لانك بتاكل وما انتش عارف انت اكلت قد ايه وشربت قد ايه. دي كلها اسلوب انا بنصحك فيها بالنسبه للتغذيه، علشان تبقى عارف ان كميه السعرات اللي بتاخدها هي اللي تناسب تماما بالنسبه لشكلك. في بعض الاحيان الانسان ده هو برضه تبص تلاقي جسمه ابتدى يترهل نتيجة ان الدهن ابتدى الجسم يمتصه ويحرقه. تبص لقي البطن او الكرش ابتدى ينزل لتحت ويترهل، الايدين بتترهل، الصدر من فوق بيترهل، الجسم كله بينزل. في الاحوال اللي زي دي اذا كان لازم يلعب رياضة علشان يقوي عضلات جسمه اللي الجلد بيغطيها.
كون الجلد بيغطي حاجة فهو مرتبط بالعضلات اللي تحتها. قوي العضلات ده هي هتلاقي العضلات شدت الجلد اللي فوقيها ادت له شكل حلو، وشكل العضلة اللي موجودة من تحت اللي انا ما كنتش بستعملها بقيت بستعملها، فخدنا الشكل الطبيعي لجسم الانسان السليم. حصل ان برضو ما نفعش، او الجلد لازال مترهل، او كان اكتر من اللازم والعضلة ما قدرت تشده او تدخله في الوضع السليم اللي المفروض يكون فيه. هنا نبتدي نتدخل جراحيا ونفتح ونشيل الاجزاء الزياده من الجلد، واذا كان تحتها بعض الشحوم في كل الاماكن المطلوبه. وبتتعمل طبعا خياطات تجميليه فبتدي شكل حلو، وبترجع الانسان تاني مره اخرى للشكل الجميل المطلوب والحضاري في نفس الوقت. العمليات دي هي اصبحت من العمليات العاديه جدا، بتعمل في انحاء العالم مختلفه، بس المهم المفهوم الحضاري. المفهوم الحضاري هنا هو ان احنا نعمل عمليه، مش معنى ان انا اعمل عمليه يعني معناها ان انا خلاص ملكت الدنيا اعمل اللي انا عايز اعمله، لا، برضو عملت العمليه ولازم اكون ماشي في الخط مظبوط، الاكل يكون مظبوط، الرياضه بتاعتي تكون مظبوطه، الفكر بتاعي من ناحيه الاكل مظبوط. هنا الانسان مننا بيبقى قادر يسيطر على نفسه تماما، واخد الشكل السليم الصحي الرياضي للانسان المتحضر. طبعا الكلام ده كله كلام في عجاله، وكل يوم بنلاحظ ان العلم بيتقدم، الانسان بيطلب الاحسن والاجدد والاجمل، وده اللي بنشوفه دلوقتي في اغلب الناس. ان انت تروح النادي تلاقي الناس كلها بتمشي، الناس كلها بتتحرك، كل واحد يقول لك لا انا ما اكلش ده واكل ده هون، ليه؟ لان ده ما فيهوش كالوريز كتير زي ده هون، انا بستفيد من ده هون الفيتامينز اللي مطلوبه مني، التاني ما في كميه شحوم او كميه اشياء بتديني كالوريز انا هحوشها بعد كده. الكلام ده كله ابتدت الناس فعلا تفهمه، وتفهمه جيدا. ولذلك ببص الاقي جاي لي من الريف، اعماق الريف، ست او راجل سمين وبيقول لك انا عايز تشلي وانا عايز تمتص لي الدهون، انا عايز اعمل طريقه اكل بحيث ان انا ما اسمنش. طبعا كل الكلام ده كلام حضاري جميل جدا، بس لابد من التعاون بين الطبيب المعالج والانسان اللي عنده السمنه. هنا نقدر نصل الى نقطه مفيده جدا وتقدر توصل بينا الى النجاح. بالنسبه للغذاء ده يعني طبعا الغذاء كتب فيه كتب وموسوعات في هذا، وانا واثق ان كل شخص زاد وزنه جرب فورمولاز او نظم كثيره جدا، ومنها ما نفعه ومنها ما لم يعني ياتي بالنتيجه المطلوبه قوي فغيره، وبعدين حتى اللي نفعه او الفورمولاز اللي نفعته النظم اللي نفعته رجع تاني بعد شويه، يمكن ارادته او نظام حياته او نظام غذائه تغير تاني لسبب او لاخر فرجع تاني يكتسب الوزن. وده شيء طبيعي ان الشخص اللي كان زايد في وزنه سهل قوي ان يكتسب الوزن تاني بعد ما يكون فاقده، لان زي ما قلت ان في مخازن الشحم في الجسم، دي عباره عن خلايا دهنيه دائما شرهه ومتقبله انها تاخد دهن زياده. كل الحكايه انها لما هو بيخس بتنكمش وترجع تاني لما هو بياخد الدسم زياده او الدهنيات الزياده او الاكل الغير منظم، فتبتدي تنتفخ تاني وتتقبل وتزيد وتكبر. وفي بعض الاحيان يمكن من كتر ما كبرت بترفض انها تنزل، زي ما في بعض اجزاء الجسم اللي قلت عليها انها بترفض انها تنزل بالرجيم. فتنظيم الاكل دلوقتي بالنسبه ل ايه الاكل اللي احنا لازمنا او ايه الغذاء اللي احنا لازمنا، احنا بناخد الغذاء ل عشان نطلع منه سعرات حراريه نقدر عشان الطاقه.
الغذاء السعرات الحرارية اللازمة هي حوالي بالنسبة للشخص البالغ يتراوح ما بين 1400 أو 1500 بالنسبة للسيدنتري، يعني الشخص اللي هو مش موجود خالص قاعد طول النهار على المكتب أو بيشتغل شغلة يعني ما فيهاش مجهود، إلى حوالي 2500. الشخص الرياضي اللي هو بيعمل أوفر أند أباف مجهود جامد يمكن يروح احتياجه إلى حوالي 4000 كالوري بير داي، يعني في اليوم 4000 سعر حراري. بناخد طبعا السعرات الحرارية دي عن طريق الاليمنتس اوف فود او عناصر الغذاء. عناصر الغذاء كلنا دلوقتي غالبا هنعرفها، اللي هي الكربوهيدرات والجرام كربوهيدرات اللي هي كربوهيدرات السكريات والنشويات. جرام منها هيديني 4 سعر حراري. بالنسبة للبروتين، ولو ان البروتين ده ما بتحرقش على طول الا في الحاجة، يعني لما الجسم يديبليت او يروح منه المخزون من الطاقة من الكربوهيدرات والدهون تبتدي البروتينات تتحرق اللي هي فبدي ده برضو 4 جرام. اهم مصدر للطاقة الحقيقة ولكن وخصوصا الطاقة لمدة طويلة، يعني strenuous and long physical effort، يعني المجهود العضلي الشديد ولمدة طويلة، اللي هي الدهون، ودي الجرام بيدي 9 كالوري. الحسابات طبعا كتيرة والفورمولاس كتيرة قوي، لكن بنقول ان اهم حاجة كما قلت ان احنا ننظم نفسنا، نقدر نحسب في اليوم ناخد 1500 كالوري بالنسبة للشخص يعني اللي هو مش محتاج مجهود، الى 2500 بالنسبة للشخص اللي هو مجهود معتدل، الرياضي زي ما قلت 4000. فدي نقدر نحسبها بحيث ان يكون الغذاء متوازن، يعني مش هاخد ال 1500 كلها كالوري عن طريق بس الكربوهيدرات او عن طريق بس الدهون، فلازم يكون فيه توازن بحيث انه طبعا للشخص العادي اللي هو مش عايز يخس، العادي هيكون غذاء متوازن ما بين هذه العناصر. ما تقلقش، انا هقول لك وهقول لكم كمان على نظام من انظمة الرجيم اللي معترف بيها على مستوى العالم واللي تطبيقها سهل جدا.
صحيح، ساعة البطون تتوه العقول. بس بادر بالعلاج يومها تلقى الصحة تاج، والوقاية في العناية والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو الدواء، الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء، والوقاية في العناية والعناية مش شفاء، الغذاء هو الدواء هو